الآن إلى رسم المناسيب في المشروع الذي التطبيقي الذي سوف نشتغل إن شاء الله في برنامج الريفت وقبل أن نبدأ برسم مناسيب المشروع دعونا نقرأ السكشن السكشن التفصيلي هنا المقطع التفصيلي للمبنى حقنا وأي مهندس قبل ان يبدا بعمليه الرسم على برنامج الريفت لابد انه ايش يعرف ما هي ارتفاعات الطوابق من المخطط المعماري طبعا احنا كمهندسين انشائيين بداتينا المخططات المعماريه اما على شكل ملفات ملفات اوتوكات او على شكل مثلا بي دي اف مطبوع او على شكل مثلا صوره فلذلك احنا باي طريقه من هذه الطرق ممكن احنا نبدا نشتغل على برنامج الريفت اما اننا نستورد من الاوتوكات او نرسم مباشره بدون الاستيراد من الاوتوكات او حتى نستورد صورة أو ممكن بإمكاننا أن نستورد كتاب بي دي إف ونبدأ بالرسم عليه دعونا أولا نبدأ بالمناسيب ونعرف ما هي ارتفاعات الطوابق التي سوف نشتغلها ولا بد أن احنا نكون دقيقين جدا في عمل ارتفاع الطوابق لأن ذلك ليس الأهمية في برنامج الريفت ولكن عندما نسطر النموذج إلى برنامج الروبوت للتحليل والتصميم فارتفاع الطوابق لها أهمية كبيرة جدا لأن احنا, إحنا هنا في برنامج الريفت بنشتغل الآن في مسارين مسار بنكون مخططات إنشائية وفي نفس الوقت بنتجه نحو المسار الثاني الذي بنكون موديل تحليلي نرسل إلى برنامج الروبوت الروبوت لعملية التحليل والتصميم الإنشائي لاحظوا هنا المهندس المعماري كتب هنا أن الطابق الأرضي طبعا هذا هو الجراوند فلور الان هذا هو الطابق الارضي وهذا الطابق الاول وهذا الطابق الثاني وهذا بيت الدرج طيب المعماري كتب هنا ان يعني الطابق الارضي منسوب الطابق الارضي يرتفع عن سطح الارض او احيانا المعماريين هذا ينسبه الى منسوب سطح الارض او الى منسوب الطريق، منسوب الطريق ومنسوب الشارع. فغالبا المهندسين المعماريين يرفع الطابق الارضي من الارض او من منسوب الشارع مسافه معينه احيانا تكون متر احيانا 90 احيانا 80 متر، والسبب في ذلك حتى حتى تكون هناك في تهويه للطابق الارضي وحتى اذا حصل مثلا احيانا فيضان للمياه لا يدخل الى الطابق. الأرضي. إذن من خلال, قراءتنا من خلال قراءتنا للبلان أو السكشن المعماري نجد أن هذا المبنى يتكون من ثلاثة طوابق معمارية بالإضافة إلى بيت الدرج يعني الطابق الأرضي واحد الطابق الأول الطابق الثاني وأيضا بالإضافة إلى بيت الدرج أي ثلاثة طوابق معمارية بالإضافة إلى بيت الدرج وكتب هنا المهندس المعماري أن الطابق الأرضي يرتفع واحد متر عن منسوب الشارع ثم هنا كتب أن ارتفاع الطابق الأرضي ثلاثة متر وعشرين من وين؟ من سطح الطابق الأرضي هنا إلى سطح البلاطة العلوية في في سقف الطابق الارضي لاحظوا من هذا المكان الى هذا المكان هو ارتفاع الطابق الارضي او الدور الارضي طيب بعد ذلك قال ان ارتفاع الدور الاول ثلاثه متر وارتفاع الدور الثاني ثلاثه متر وارتفاع هنا بيت الدرج الذي واحد متر زائدا واحد متر وثمانين أي اثنين متر وثمانين حيانا بعض المهندسين المعماريين يقوم بوضع مناسيب على الطوابق وليس ارتفاعات بمعنى أنه يأتي إلى هنا ويكتب منسوب صفر 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 وهنا يكتب موجب واحد موجب واحد ثم يأتي إلى الأعلى هنا ويجمع الواحد مع الثلاث متر والعشرين ويكتب هنا 4 متر و20، 4 متر و20، وياتي الى منسوب هذا البلاطه ويكتب 4 متر و20 زائدا 3 متر، 4 و3 7 متر و20، ويكتب هنا 7 متر و20، واحيانا بعض المهندسين المعماريين يكتب ارتفاع الطوابق بهذا الشكل، من سطح البلاطه هنا الى سطح البلاطه العلوي في هذا المكان أي الارتفاع الصافي فإحنا كمهندسين إنشائيين دائما لابد طبعا إحنا الارتفاعات ارتفاع الطوابق الإنشائية بيكون كالآتي من منتصف البلاضة هذه مثلا ارتفاع الطابق الأول من منتصف البلاضة آه اللي هي سقف الطابق الاول الى منتصف سقف او بلاطه الطابق الارضي، احنا كانشائيين بناخذ من السنتر للسنتر، لكن هنا لاحظ ان المعماري كتب انه ارتفاع الطابق من سطح السطح العلوي لهذه البلاطه الى السطح العلوي لهذه البلاطه، هو يعادل نفس الـ الارتفاع من السنتر للسنتر، اذا هو وج وج جاب لك فقط ارتفاع صافي فلا بد ان, أن, أن تقوم بادخال أه سمك للبلاطه وتفترض مبدئيا أه قبل طبعا احنا ما بنصمم الان بس تفترض مبدئيا على سبيل المثال مثلا 20 او 30 سم وتدخل الى وتضيف الى الارتفاع. اذا هذه الطريقه لقراءه ارتفاع الطوابق في المخطط المعماري، نجد ننتقل الى الامر المهم وهو كم عدد الطوابق الان انشائيا؟ انشائيا طبعا المعماري زي ما ذكرنا هما ثلاثه طوابق من بيت الدرج، لكن احنا كانشائيين طبعا البدروم او الطابق بيكون فوق من فوق القواعد او الاعمده فوق الواد تعتبر عندنا كانشائيين طابق لانها في يوجد بها اعمده وتصمم وتحسب كاحمال فلذلك احنا الان كانشائيين كانشائيين الطوابق عندنا يعني اربعه زائد بيت الدرج ومعماريا ثلاثه زائد بيت الدرج لازم نكون نفهم هذه الحاجه طبعا المعماريين يكتبوا في مخططاتهم اذا كان الطابق تحت الأرضي مستخدم مثلا كبدروم او اي حاجه يكتب بنا ان عدد الطوابق بدروم زائدا ارضي زائدا مثلا عشر متكرر اما اذا كان الطابق تحت الارضي سوف يردم ردم يعني ما فيش استخدام عمليه فقط صب للاعمده ثم يردم بالتراب فانه يكتب ان المبنى يتكون من طابق ارضي زائد مثلا هنا اثنين متكرر لا يذكر الطابق المدفون دائما المعماريين يذكروا الطوابق التي سوف تكون مستخدمه لكن احنا لا لابد نركز على هذه الحاجه الان احنا كانشائين سوف نقوم بادخال الطوابق في الريفت كالاتي معنا هنا اولا واحد متر نفترض أن منسوب التأسيس يهبط إلى الأسفل على مسافة سالبا اثنين سالبا اثنين وبالتالي طبعا إحنا الآن كأنشائيين بنفترض منسوب التأسيس افتراض على قدرة تحمل التربة سوف عن هذا الموضوع إن شاء الله في برنامج الروبوت ولكن حاليا بنفترض سالبا اثنين بعدين عندما نذهب إلى برنامج الروبوت نحلل ونصمم بإمكاننا العودة للتعديل بسهولة ويسر إذا بيكون معنا هنا منسوب التأسيس سالب اثنين ومعنا هنا واحد من منسوب الشارع يبقى معنا ارتفاع الطابق تحت الأرض ثلاثة متر اثنين تحت الأرض وواحد متر فوق الأرض وبالتالي سوف يكون معنا هنا ثلاثة متر طيب آه نقوم الآن نتجه إلى برنامج الريفت لاحظوا آه هنا معنا قلنا ثلاثة متر ثلاثة متر وعشرين ثلاثة متر ثلاثة متر وبعدين معنا مترين وثمانين نتجه إلى برنامج الريفت وبعد ان قمنا بالخطوات التي هي اختيار التمبلت وحفظ المشروع وضبط الوحدات الان للمشروع سوف نقوم الان بعمليه رسم المناسيب آه ننتقل إلى أحد الإلفيشنات وبيكون معنا هنا آه قلنا ليفلين آه ديفولت من البرنامج الليفل 1 لاحظوا منسوبة على منسوب آه صفر صفر وهنا ايش ثلاثة فأنا بإمكاني أنني أقوم بتحريك هذا الليفل إلى الأسفل حتى يصبح هنا سالبا اثنين بستعمل أمر موف لاحظوا شو انتسين. بختار المنسوب ثم أختار أمر موف وثم اعود الى الليفة مره اخرى اعمل كليك واحرك الماوس الى الاسفل واكتب 2 متر انتر، لاحظوا الان يقول لك الليمنت ويل بي ديليتد قول اوكي. خلاص قام هنا هبط المنسوب هذا سالب 2 تذهب الى الفيو ومن بلان فيوز تختار ستركشر البلان وتنقر اه تختار ليف تضيفه الى استركشر بلان اوكي سوف يقوم بنقلك مباشره الى ليف 1 لاحظوا بهذا الشكل ممكن نعود مره اخرى الى احد الواجهات ولاحظ انه ظهر باللون الازرق بعد ذلك معنا اه هنا الذي هو اه ثلاثه طبعا هو اه يرتفع واحد متر فقط موجب واحد متر لانه الان لو تلاحظوا ارتفاع الطابق هذا اصبح 5 متر لا احنا معنا ارتفاع الطابق الذي هو الجريد بيم الذي العفو الرقابه الاعمده او الشورت كولوم ارتفاعه 3 متر فقط زي ما ذكرنا احنا منسوب الزيرو زيرو طبعا معنا هنا في الاوتوكات منسوب الزيرو زيرو هو منسوب الشارع يعني معنا هنا 1 متر الى الاعلى آه كيف بنعمل ذلك في برنامج الريفيت بنقوم نحرك الليفلتو إلى الأسفل بحيث يبقى هنا فقط آه واحد إما عن طريق آه موف بنفس الطريقة أو بإمكانك من آه السهم من لوحة المفاتيح بهذا الشكل أعمل كليك يقوم لاحظوا بيقوم تحريك الليفلتو إلى الأسفل وبإمكانك لو أريد لكن لو تلاحظوا أنه بيقوم هنا بعملية تحريك بحاجة بسيطة يعني لاحظوا بيقوم 10 سنتي 10 سنتي لكن لو أريد أعمل نقلة كبيرة لليفلتو بأمر السام أنقر على سام ثم شيفت يقوم بعملية نقلة كبيرة لليفل لاحظوا برجع كنترول زد وارجع إلى واحد اختاره ثم اختار السهم ثم شيفت يقوم يعمل نقله كبيره او بهذا الشكل حتى يصل الى الواحد تحرك حتى احرك بالسهم حتى يصل الى الواحد بهذا الشكل لاحظ الان اصبح ارتفاعه ثلاثة متر 2 متر تحت منسوب الزيرو زيرو طبعا منسوب الزيرو زيرو يقدر يكون في هذا المكان خلاص نزل هنا 2 متر وهنا كم واحد متر الان برسم بقيه المناسيب الآن أصبح معانا دور واحد مرسوم بمنسوبين، طبعا احنا دائما أي دور بيرسم بمنسوبين، الآن برسم بقية الأدوار عن طريق رسم المناسيب، وقلنا إما عن طريق من Structure نختار ليفل، نختار ليفل ونكون دائما في الايست، وإما عن طريق اللاين، لاحظوا هذه رسالة الحفظ بأختار سيف، الآن بختار سيف لأن بشتغل على المشروع حقيقي. إما عن طريق لاين أو عن طريق آه الذي هو الأوفسيت. واتاكد فقط واكون اركز هنا اختار عندما بيك بلان اختار فقط بلان اختار اوكي ثم ابدا ارسم الطوابق بحيث انه يكون لي فقط في بلان طبعا انا ما بطلع من امر سكيب بستخدم طريقه الكوبي لانها هي اسرع بختار هذا الليفل ثم اختار امر كوبي ثم اعود مره اخرى اعمل كليك على ليفل 2 وأحرك الماوس إلى الأعلى بهذه الطريقة ثم أبدأ أدخل ارتفاعات الطوابق كان ارتفاع الطابق الأرضي ثلاثة متر بوينت عشرين الذي هي ثلاثة متر وعشرين أكتب ثلاثة متر بوينتو انتر ثم بعدين معنا ارتفاع الدور الأول ثلاثة متر وارتفاع الدور الثاني ثلاثة متر ثم ارتفاع بيت الدرج الذي كان مترين وثمانين انتر ثم أطلع بإسكيب لاحظوا أنه رسم المناسيب بسهولة صحيح انه لم يكونوا كبلانات احنا ممكن بالبساطه ده ناتي الى الفيو ثم من بلان فيوز نختار ستراكشرال بلان ونختار امام الكل بهذه نحدد جميع البلانات ونختار بعد ذلك اوكي لاحظوا الان عمل لنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 ليفل 5 ليفل 6 الان بعود الى الالفيشن اللي هو الاست واقوم بتغيير اسماء الطوابق هذا بيكون منسوب القواعد هنا بيكون منسوب الدور الارضي منسوب الدور الاول منسوب الدور الثاني وهكذا طبعا هنا آه ممكن نكتب بالانجليزي تكتب فاونديشن ليفل او تكتب منسوب القواعد حسب الـ الـ الحاجه اللي انت بتشتغل المخططات او طريقة في عمل المخططات باللغه الانجليزيه ام باللغه العربيه بنغير الاسماء كيف بنعمل هنا كليك وابدا اكتب هنا واحد وقلنا السبب في كتابه واحد حتى يكون في ترتيب للطوابق بكتب واحد ومكتوب منسوب باللغه العربيه منسوب الطابق أو منسوب القواعد منسوب القواعد بهذا الشكل ثم أعمل إنتر بعد ذلك بتجي إلى هنا وأعمل كليك وأكتب اثنين منسوب الطابق الأرضي أو تكتب جراوند فلور ليفل جراوند فلور ليفل ثم أعمل إنتر وهكذا حتى أصل إلى الأ لاحظوا الان مش مهندسين جميع المناسيب تم عملها وتم كتابه اسمائها، لاحظوا انا كاتب منسوب القواعد الطابق الارضي منسوب الطابق الاول منسوب الطابق الثاني منسوب السطح منسوب بيت الدرج وللملاحظه الأخيرة في المناسيب دائما البرنامج عندما يقوم برسم مثلا البلاطه يرسمها من الليفل الى تحت ولذلك الان احنا محققين لنفس الطوابق هذه لاحظوا يا بنت الان معانا هنا 3 متر 3 متر و20 هذا 3 متر 3 متر وهنا معانا مترين و80. لو انا مثلا غلطت في احد ارتفاع احد الطوابق وقلنا احنا نوضحه عندما بعد اخذ امر موف لاحظوا يا بنت لو بالغلط مثلا كان ارتفاع آآ آآ هذا عملناها مثلا على سبيل المثال هو 4 متر وليس 3 متر و20 لو كتبت الان 4 متر بيقوم يعمل 4 ويصغر من الطابق او الذي اسفل منه كونك حددت هذا اللي يفل طبعا هذا الان غير سليم فكيف إن احنا نجعل هذا الأربعة بدون أن يحصل تغيير في ارتفاع الطوابق الأخرى عن طريق أمر موف لاحظوا بحدد جميع المناسيب الأعلى من هذا المنسوب وأعمل لها موف بمقدار 80 سنتي لاحظوا بختار هذه الأربعة المناسيب ثم من أمر موف أختار أي نقطة في الشاشة كليك ثم أوجه إلى الأعلى وأكتب بوينت 8 انتر لاحظ هنا بيقول لك بيجيب لك رساله انه في في خطا عن طريق الموف فانت تعمل اوكي ما في اشكاليه طبعا عندما يجيك هذه الرساله بيحول هذه الى اللون الاسود معناه انه بيحوله الى نو بلان لكن لاحظوا مش هنا كان اصبح 4 متر مع بقاء هذا ايضا 3 متر انا برجع من جديد الى البلان فيوز واختار ستراكشر البلان واظهر بقيه الطوابق اللي عملت لها موف اوكي بهذا الشكل والان اصبح معك ارتفاع الطوابق والمناسيب جاهزة للعمل طبعا هذا قلنا هو أصلا ليس أربعة وإنما هو ثلاثة متر وعشرين لذلك بنعمل على كنترول زد بنعمل تراجع يقوم البرنامج يعني يعود إلى نفس الأمر لما تريد تراجع نعمل كنترول زد أو من هنا معاك أيش اندو